على هذا الملعب ملعب نادي الأهلي عطبرة تقام دورات الناشئين والتي ينظمها المدرب خالد بكري في مدينة عطبرة. هذه الدورة كنت تكون رقم 56. أول دورة عملتها سنة 94. دائما دورات طبعا ناشئين وبراعم ناشئين وبراعم ناشئين وبراعم. الحمد لله هذا لقيت إقبال كبير جدا في عطبرة، حتى بيقولوا خالد دورات يعني حتى لغاية. الحمد لله أنا والله سعيد جدا، سعيد جدا أنا أشوف الناشئين حتى بهذه الدورات تطوروا جدا يعني، وأشوفهم في الاستاد يعني في فرق كل هذا من هذه الدورات اللي في هذا الملعب. كما أن إقامة دورات الناشئين عادة يرجع سببها إما تأبين لفقيد أو إحياء ذكرى فقيد أو تكريما لشخصية ساهمت في خدمة المجتمع، وتقسم الفرق إلى مجموعات، وعادة تستمر الدورة شهرا ونصف، وتلعب جميع المباريات عصرا، وتشارك فيها معظم أندية الناشئين بمدينة عطبرة. يعتبر المواطن العطبراوي محبا وعاشقا لكرة القدم، فتجده يحرص على حضور مباريات الناشئين مشجعا لنادي منطقته والفرق الأخرى، كما تعتبر دورات الناشئين متنفسا للجمهور العطبراوي والاستمتاع بمشاهدة المواهب الناشئة والتنافس بينها. أما الدعم المالي للدورة فيكون إما بفرض رسوم اشتراك تحدد لكل الفرق المشاركة، أو مساهمات من الشخصيات الرياضية في مدينة عطبرة. المباراة اليوم مباراة جميلة مميزة بين فريق النجوم وفريق العلم، ونتمنى لهم الانتصارات دائما. من ملعب نادي الأهلي عطبرة، يوسف سمير، BBC.